استشهد شاب فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته طعن أحد الجنود في قرية تقوع بالقرب من بيت لحم الضفة الغربية. وزعمت قوات الاحتلال أن الشهيد كان مسلحا بسكين وأن القوات أطلقت النار عليه ردا على التهديد المباشر على الرغم من عدم وقوع أي إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.